احتفلت عفرين بدخول القوات الشعبية إليها، قوات وصلت بالتزامن مع قوات موالية لدمشق، ما أثار الانقسام بين السكان. أنا برأيي ما بريد نظام يدخل على عفرين غيره يبقي وهبكي وغير القصدي، وما بنزل غير علم القصدي في عفرين، ومثل كتير يعني بحكوا هيك، ودول نحن جاهزين غير علم القصدي بعفرين ما بنزل. بس بأي دخول نظام لعفرين إذا بيوقف الضرب ما في مشكلة، بالعكس العدوان التركي وقف علينا، بالعكس نحن شعب بريء يعني شعب مسالم، ما أنا شعب شايلين سلاح ضد العالم، بالعكس نحن مسالمين، مين بده يجي يجي ما عندنا مشكلة. انتشار المئات من مقاتلي القوات الشعبية على الخطوط الأمامية في عفرين يأتي لمواجهة القوات التركية التي شنت غارات جوية وهجمات برية عليهم بهدف طردهم من مناطق تعتبرها خطرة أمنيا عليها. عملية غصن الزيتون التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كانون الثاني يناير الماضي لاقت معارضة شديدة من قبل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي يتبنى موقفا رافضا لعملية عفرين. إذا استطعنا أن نوضح كم نحن منزعجين من معاناة ومقتل مدنيين في عفرين سنكون قد أنجزنا شيئا مهما. عدد النازحين في عفرين يقدر بالألاف، والوضع الإنساني فيها أصبح صادما حسب ما وصفته منظمة السلام الدولية.